إذا مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم. فقرة أردنيون في الغربة اليوم شرفنا علي دهمش. رح نتحدث بشكل عام عن يعني الأردنيين العرب، الانطباع اللي ماخدينه يعني أمريكا تحديدا عنهم. هل بالفعل إسلاموفوبيا مثل ما عم نشوفها، عم نسمع عنها، عم تتردد كتير بوسائل الإعلام، يعني عايشينها ولمسينها العرب والمسلمين تحديدا؟ وأيضا يعني علي يمكن كان موجود بفلوريدا وعاصر يعني إعصار إيرما. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أول شيء احكينا شوي عن إيرما، كيف الأجواء؟ كنت عم بتنزل لايف، كان دائما قلوبنا معك. صح. يعني هو الحقيقة الاستعدادات بالولاية وعموما بأمريكا قوية جدا، يعني كتير بحاولوا يحافظوا أنه يكون الضرر أقل ما يمكن. نعم. فطبعا بكون في تحذيرات قبلها، بكون مقسمين مناطق حسب الواحد، إذا هو قريب على المي بكون خطر. فلازم يطلعوا الناس من بيوتهم. ففي كثير ناس عملوا إيفاكيويشن، أو في ناس ضلت بالرغم من أنه يعني على اللي قراب على المي. لا طبعا، أنه أوريدي بعرف يعني في تجربة أنه دائما في أعاصير بتيجي على فلوريدا. ففي تجربة أنه دائما البيوت تخرب، تدخل عليها مي، تنقطع الكهرباء، والدنيا حر. يعني الحرارة بفلوريدا 38-40 مع رطوبة، فتخيلي من غير تكييف بكون صعب كتير، زي طبعاً كيف الطقس بالخليج. الخليج يعني طبعاً. فلا، في استعدادات طبعاً من الحكومة، من الحكومة المحلية اللي هي تاعت الولاية. المدارس صارت عبارة عن ملاجئ، سكرت المدارس تقريباً 10 أيام. كمان المجتمع المحلي بحاول يساعد. فالناس بتخزن مي، بتخزن المعلبات اللي ضلوا. يعني في كتير ناس طلعوا من الولاية بس تأخروا بالطريق. انه في عندك 10 مليون كانوا على الهاي واي على الشارع، فتاخروا كثير. والاعلام كثير بيلعب دور. طبعا، يعني انما احنا انا حسبنا خلص يعني في قنبله نوويه حتصير. يعني هو هيك بخوف هم بيروحوا للاكستريم، يمكن للحاله خصوصا حتى تغطيه الاعصار نفسه. يعني خلال الاعصار بتلاقي الريبورتر او المراسل قاعد بنص المي وهو طرف الشارع. لا، وحتى الشبكات يعني الاعلاميه العالميه اللي احنا بنتابعها، مش شبكات يعني محليه او متخصصه طبعاً بالولايه او وسائل اعلاميه. كانت نسيت سوريا ونسيت افريقيا كله ونسيت كل العالم. يعني أمريكا عندها اوبسيشن عن ترامب، يعني عندهم هوس عن اي شيء بيحكيه ترامب على تويتر او على اي محل. نسيوا كله، نسيوا تماما. وضلوا بالضبط لمده اسبوع على الاعصار. بس في حلو كثير صراحه، اللي هو كيف يعني مهما يكون في تفرقه بامريكا، تفرقه عنصريه ممكن واحد يلاحظها، للاسف عم بتزيد بعد احداث سبتمبر 11. اكيد طبعا بعد سبتمبر، وكمان خلال حمله يعني ترامب، يعني الشرسه ضد العرب وضد المسلمين وضد الافارقه، الامريكان من اصل افريقي، كثير قويه جدا. يعني مش بس العرب المتاثرين، كمان الاجناس الاخرى. فبس بتلاحظ انه لما يكون في زي مثلا كارثة او شيء، بتلاقي كل المجتمع المحلي ومنه المجتمع الاسلامي. طبعا. فحلو كثير انه الجوامع المحليه بولايه فلوريدا بعد اول شيء خلال الاعصار فتحوا الجوامع كلها كملاجئ. فأي حدا من أي طبعاً فئة ومن أي طائفة أي شيء بدأ يروح على الجامع يحتمي. إنه المباني بتكون محكمة أكثر من بيوت الناس العادية. كمان بعد وهي يعني لاحظتها كثير وأنا يعني شاركت فيها، اللي هو توزيع المؤن الأكل، الشراب، المي بعد الاعصار ما خلص. انه في كثير مناطق فقيره انضربت، في مناطق فقيره بامريكا، ناس ما بعرف انه في فقراء بامريكا. لا، في كثير اكيد. اخر هيك ثواني بس على هذا الموضوع، انت كنت تنزل لايف صح، وكان في عن جد يعني هذا الفيدباك. للاسف كنا عم نشوف حتى تعليقات منا من الاردنيين، وانتم اردنيين وعرب، ويعني احنا كلنا المفروض الاخوه يعني في الانسانيه. صح. يعني كانت تعليقات مسيئه، وانه هدول يعني ما بعرف تعليقك يعني هو اللي... في مشكله انه عاده الشخص العربي ما بيميز بين الحكومه او سياسات الحكومه والشعب. تقريبا 50% يعني 60% من الشعب الامريكي ضد سياسه ترامب. من يعني زي لما عملوا منع وحذر المسلمين انهم يدخلوا من سبع بلاد عربيه. صح. طلعوا وقفوا على المطار. صح. طلعوا على المطار ناس مسيحيه، مسلمين، يهود. وجهه نظرك ليه هي الشماته؟
ما بعرف انه بيستاهلوا هدول الامريكان بيستاهلوا وخلي الله يعني يقصفهم. طب انا بقول لهم في 5 مليون مسلم عايش بامريكا هدول. طب اذا انت يعني متحيز للمسلمين فقط مش للعرب، طب في عندك فئه مسلمه كبيره بالاتيان. يعني ذكرت الاسلام تحديدا، للاسف اسلاموفوبيا هي الظاهره اللي صرنا نسمع عنها كثير من سبتمبر 11. صح. اليوم باي مرحله هاي واصله وكيف انتم عم تتعايشوا؟ الحقيقه هو الكره والكراهيه للمسلمين عموما عم بتزيد طبعا. يعني زي ما صار احداث فيغاس قبل اربع ايام، يعني اول شيء كل العرب والمسلمين اللي بامريكا حطوا ايدهم على قلبهم يشوفوا بس ان شاء الله ما يكون مسلم او عربي او داعش. هدول الثلاث شغلات. معنى داعش تبنت بالاخر، هم بتبنوا اي شيء صاروا من هدول. يعني معنى طلع امريكي، يعني هو امريكي ابيض ومش معروف اصلا ايش الاسباب، ومرته طلعت من البلد فجاه. يعني في شيء غريب لسه. بس هم عاده هذا الحلو بامريكا، ما بيستبقوا الاخبار وبيحكوا مثلا، بيصيروا يحللوا انه مثلا يحطوها على العرب او على المسلمين بالرغم من غسل ادمغه الشعب. يعني طبعا ففي دائما بكون حذر. ليه؟ انه هذا بسبب ممكن كراهيه، في حوادث كراهيه بتصير كثير يعني هلا زادت يعني بامريكا، خصوصا خلال بعد انتخاب ترامب كرئيس. يعني فزادت الكراهيه كثير. هلا العرب والمسلمين، هلا يمكن اذا انا رحت مشيت بالمول او بهذا ما مش حيشكوا اذا انا عربي او مسلم، بس هو اصعب شيء صراحه. حتى لو عندك لحيه شو ما في مشكله، بس يعني طبعا يعني العربي دائما بيبين اكيد يعني. بس هم ما بيميزوا انه امريكا عباره عن خليط من الاجناس. فلوريدا تحديدا يعني. لا لا، كل امريكا ما بتدخلي محل بتلاقي بس بيض يعني. صح. ولا بس سود ولا هيك، خليط خليط يابانيين صينيين اصلهم هسبانيك او الاسبان يعني. هلا بس اكثر ناس اللي هم ممكن يلاحظوا هو الست المحجبه. الست المحجبه هذا اكثر شيء، وفي تمييز عم بتلاحظوا شوي في يعني. هو الشعب الامريكي شعب مهذب الحقيقه يعني. ما تروح باي مكان ما بتدخل باي شخص جنبه، بس بتلاقي فيه نظرات يعني. هلا من الناس اللي انا بعرفهم حوالي من المحجبات في شويه مضايقات يعني، مثلا بفرص العمل لا لا ما في تمييز ما دام الواحد، لانه الدستور بيحمي، القانون بيحمي المواطن ايش ما كان، ممنوع التمييز ضد اي شخص يعني، الا اذا اثبت كمان. يعني اذا اثبت انه هذا التمييز عشان واحدة محجبة او واحدة مسلمة، اصلا بالطلب ما بتكتبي الديانة، ما طبعا في مش موجود مفروض يعني. مفروض. بس اذا واحدة محجبة طبعا حيبين يعني اكيد. اكيد. فدائما لا في نظرات يعني، وهذا بيصير بالمدن الصغيرة. مدن كبيرة قانون يعني زي فوق ميامي الجميع. ونيويورك وشيكاغو هذول خليط يعني اصلا فيها عرب كثير، وكل محل بتلاقي محجبات ومسلمين. اما بالمدن الصغيرة اللي فيها اقليات عربية او مسلمة، هاي بكون مشكلة شوي. نعم. والتمييز يعني. بس انه زي ما حكيت، نظرات ممكن، مضايقات بسيطة، مضايقات هلا اي شيء. السيستم موجود يحمي اي مواطن امريكي يحمل الجواز الامريكي. القانون فوق كل شخص يعني، ايش ما كان مسؤول او غير مسؤول بحمي. انتوا هلا كعرب، وانا يمكن بعرف عن اخت حضرتك يعني هي ناشطة وكتبت حتى كتب في قضية الاسلاموفوبيا، قد ايه بتشعروا في رسالة اليوم نعطي هذا النموذج الايجابي في أهمية اليوم بمكان إنه أي حدا ملم عنده اطلاع بيحكي بمعلومة؟ صح. حتى يتواجد بالفضاءات العامة بأمريكا، حتى نرجع القلق لهذه النظرة. بالزبط. عن الإسلام. هلا هو المشكلة بالإعلام خصوصا بالغرب، إنه بقيم صفة الإنسانية عند العربي. صح. أو المسلم بشيئه. بالضبط. وبالشيء السيء بيكون بالضبط. فيعني يفقدوا هذا الموضوع. هلا اكيد في يعني دائما في نظريه المؤامره على العرب والمسلمين، بس هو الشخص الواحد شخص يعني. اذا انت يعني احنا مثلا هلا بالمدينه اللي احنا المدينه اللي احنا فيها بفلوريدا صغيره يعني، فيها تقريبا 200,000 300,000 نسمه يعني. صغيره كثير بالنسبه للاردن مثلا. فبتلاقي مثلا المجتمع المحلي مثلا التابعين للجامع بروحوا عند الهوملس او الناس اللي ما عندهم مأوى في مجمع كبير، وساعدوا حتى في بنائه. بتلاقي مثلا خصوصا فئه العرب المسلمين هم الاطباء. الدكاتره هناك كثير دكاتره من اصل عربي او مسلم بامريكا، فلهم مصداقيتهم ايضا وحضورهم طبعا. بس بتلاقي انه خلاص المجتمع المحلي هناك مجموعه من الستات او حتى المجتمع عموما رجال ستات بروحوا وبطبخوا للي ما عندهم مأوى، وبقولوا لهم انه احنا من مثلا جامع المدينه هاي. فهاي برضه بتحسن وجهه نظر انه احنا يعني بنساعد برضه المجتمع المحلي. طبعا. هلا في مشكله شوي انه بتلاقي
خصوصا العرب اللي بيهاجروا جديد على امريكا، مش المولودين هناك. المولودين هناك لهجته امريكيه وشكله امريكي وخلص، يعني متطبع بالمجتمع الامريكي. للاسف حتى العربي بينسوا، هذا مزعل عليه. صح. يعني في لا في يعني في ناس بتتمسك، بس يعني قد ما كان بتاثر يعني اللغه يعني. بالضبط. بس المهاجرين الجدد، يعني المهاجرين اللي راحوا جديد على امريكا، بتلاقيهم هم بس محاصرين بين المجتمع العربي المحلي، ما بيختلطوا مع امريكان. ما بيختلطوا مع امريكان، وهي مشكله. انه بالعكس انت لما تروحي تسلمي على جارتك وجارتك امريكيه وتقولي لها اي شيء وتشاركيها افراحهم احزانهم الى اخره، بتفرق كثير. بتقرب. هلا في خوف اليوم ايضا من العرب والمسلمين، يعني زي ما في خوف عند العقليه الامريكيه من الاسلام للاسف، يعني في خوف من عرب ومسلمين انهم يتعرضوا لمشاكل، مضايقات، لا سمح هلا لا يخلو الامر. بس اقول لك انا عندي اصحاب من اصل اسباني ومن اصل افريقي امريكان مولودين بامريكا، يعني ما يعني زي اي حد بتشوفيه على التلفزيون بامريكا، بس عم بيصير كمان يعني مهاوشات معاهم او مضايقات من الناس يعني. فهذا مش بس شيء بينطبق على العرب والمسلمين. طب لا بس انا قصدي العربي اليوم قلق، يعني بقلق كمان على حياته. حذر. من تطرف امريكي مثلا. طبعا حذر يعني ممكن واحد يعني لازم واحد يكون منتبه يعني. هلا هو في امان نوعا ما خصوصا بالمدن الكبيره يعني، بس لازم واحد يكون منتبه. طب كلمه اخيره من علي دهمش اليوم وانت المغترب في امريكا وسعيدين انه بدك تقضي كم من شهر هون هلا. لا يعني بالعكس، يعني انا دائما بحس انه لازم يعني اذا انت مش بامريكا ولا انت مش باوروبا عشان تحسن وجهه نظر العرب، انت حط شيء على السوشيال ميديا، حط على الفيسبوك. وانت سوشيال ميديا اكتيفست، يعني كثير مهم انه نفرجي الاشياء الايجابيه. يعني هم بيفتحوا التلفزيون، زي انا اليوم لما افتح التلفزيون ايش بلاقي؟ قتل، ذبح، قنابل، تفجير، هيك اشياء. ما في اشياء عن الاختراعات، ما في اشياء عن الابتكارات، ما في اشياء عن الشركات الناشئه، ما في اشياء رياديين. يعني رياديين. طب بامريكا فيسبوك اكثر، اول ناس اعترضوا على الحظر السفر تاع المسلمين هم الشركات الكبيره زي فيسبوك ومايكروسوفت، انه نص اللي عندهم مهاجرين. طبعا 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 من هاي البلاد يعني. مصلحتهم كمان. فمصلحتهم. نعم. طبعا. نعم. فلا بقدر الواحد يحسن. وانت اليوم كناشط على وسائل التواصل الاجتماعي يعني دائما تنقل يعني هذه الامور الايجابيه ان شاء الله والنماذج الايجابيه. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. الحمد لله على السلامه. جيتك من امريكا ومن ايرما ازوال. ان شاء الله العائله كلها بألف خير هناك. الحمد لله. مشاهدينا المزيد بعد الفاصل.